السلام عليكم، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. هل أنتم مستعدون لدرس اللغة العربية؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. اليوم هو الأحد، 3 رمضان، 1441 هجري، 26/4، 2020 ميلادي. إذا ما هو اليوم؟ اليوم هو الأحد. نواتج التعلم: 1- أن يتعرف الطالب على حرف الغين وأشكاله. 2- أن يقرأ الطالب حرف الغين مع الحركات. في البداية، هيا نقوم بوضع الحرف الناقص في الفراغ لنتمكن من قراءة الجملة. ماذا نرى هنا في الصورة؟ ما هذه؟ من يقول لي؟ إنها هرة. هرة، هرة. الحرف الناقص هنا جاء في أول الكلمة. يوجد عندي حرف الراء وحرف التاء المربوطة. ما الحرف الناقص هنا؟ إنه حرف الهاء. أحسنتم. هيراتون. هنا عندي حرف الهاء وهنا الحرف الناقص في وسط الكلمة. ما هو الحرف الناقص؟ إنه حرف الراء. هرة، هرة. وهنا ماذا نرى في الصورة؟ إنه خبز، خبز. الحرف الناقص جاء في أول الكلمة، وهنا حرف الباء وهنا حرف الزاي. ما الحرف الناقص هنا؟ إنه حرف الخاء. خبز، خبز. هنا عندي حرف الخاء وهنا حرف ناقص وهنا حرف الزاي. ما الحرف الناقص هنا؟ من يقول لي؟ أحسنتم، إنه حرف الباء. خبز، خبز. أحسنتم، بارك الله فيكم. الآن يا صغاري، سوف نتعرف اليوم على حرف جديد. أولا، من يقول لي ما اسم هذا الحيوان؟ كم هو جميل ولونه جميل؟ إنه غزال. غ غ غزال، غ غ غزال. كلمة غزال تبدأ بحرف الغين. انظروا إلى حرف الغين، يشبه حرف العين، ولكن حرف الغين فوقه نقطة. انظروا، يوجد نقطة فوق حرف الغين. غ غ غزال، غ غ غزال. الآن هيا نقوم بقراءة حرف الغين مع الحركات. هنا حركة الفتحة والكسرة والضمة والسكون.
هيا نقرأ حرف الغين مع فتحة. حرف الغين مع فتحة غ غ. حرف الغين مع فتحة غ غ. رددوا معي غ غ. حرف الغين مع كسرة غي غي. حرف الغين مع كسرة غي غي. أحسنتم. حرف الغين مع ضمة غو غو. حرف الغين مع ضمة غو غو. حرف الغين مع السكون غ. حرف الغين مع السكون غ. غ غي غو غ. غ غ غزال. غ غ غزال. غ زال. غ زال. غو غو غراب. غو غو غراب. غو راب غراب. انظروا إلى هذا الغراب، لونه أسود. ما هذا؟ من يقول لي؟ إنه غربال. غربال. غي غربال. انظروا إلى هذا الصندوق، هل يوجد داخله شيء؟ لا، إنه فارغ. 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 إنه فارغ، لا يوجد شيء داخله. الآن يا صغاري، سوف نقوم بكتابة حرف الغين مع الحركات في الفراغ المناسب. نرى الصورة ونرى أي حرف من الغين مع الحركة سوف نختار. الآن الصورة الأولى غ غ غزال. غ غ غزال. غ غ غ. نختار حرف الغين مع فتحة. ولا ننسى الفتحة. غ زال. غ زال. وهنا انظروا إلى هذا الولد يتناول الطعام. غي غذاء. 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 نختار حرف الغين مع كسرة. غذاء. غذاء. أحسنتم. ما هذا؟ من يقول لي؟ إنه غصن. غو غو غصن. نختار حرف الغين مع ضمة. غصن. غصن. أحسنتم. وهنا ماذا نرى في الصورة؟ نرى أحد يقوم بغسل يديه. يغسل. يغسل. يغ يغ. نختار حرف الغين مع السكون. غزال. غزاء. غصن.
يغسل. حرف الغين مع فتحة غ، حرف الغين مع ضمة غو، حرف الغين مع كسرة غي، حرف الغين مع السكون غ. أحسنتم يا صغاري، بارك الله فيكم. الآن هيا نتعرف على أشكال حرف الغين. حرف الغين في أول الكلمة، انظروا له يد من هنا. حرف الغين في وسط الكلمة، له يد من هنا ويد من هنا وسط الكلمة. حرف الغين آخر الكلمة متصلة، له يد، انظروا. حرف الغين آخر الكلمة منفصلة، نعيد. حرف الغين أول الكلمة، حرف الغين في وسط الكلمة، حرف الغين آخر الكلمة متصلة، وهنا حرف الغين آخر الكلمة منفصلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ماذا نرى هنا؟ ما هذه؟ إنها غسالة. غ غ غسالة، غ غ غسالة. حرف الغين في أول الكلمة، انظروا، حرف الغين أول الكلمة، غسالة. انظروا إلى هذا الطائر الجميل، ما اسمه؟ إنه، أحسنتم، إنه ببغاء. ببغاء، حرف الغين جاء هنا في كلمة ببغاء في وسط الكلمة، له يد من هنا ويد من هنا. ببغاء، ببغاء. انظروا كم ألوانه جميلة. ما هذا؟ من يقول لي؟ إنه صمغ. صمغ، حرف الغين في كلمة صمغ آخر الكلمة متصلة، صمغ. صمغ، نستخدم الصمغ عندما نقوم بلصق الأوراق. ما هذا؟ من يعرف؟ هيا يا أبطال، إنه دماغ. دماغ، يكون داخل رأس الإنسان. دماغ، دماغ، حرف الغين في كلمة دماغ جاء آخر الكلمة منفصلة، دماغ، دماغ. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. هيا نعيد أشكال حرف الغين. حرف الغين أول الكلمة، حرف الغين في وسط الكلمة، حرف الغين آخر الكلمة متصلة، وهنا حرف الغين آخر الكلمة منفصلة. غ غ غسالة، غ غ غسالة. ببغاء، ببغاء، ببغاء. صمغ، صمغ. دماغ، دماغ، دماغ. أحسنتم، بارك الله فيكم وشكرا لكم.